قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل لمملكة البحرين لدى مغادرته مدينة العالمين الجديدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وملك البحرين كانا قد أكدا خلال لقائهما الأخوي قوة ومتانة العلاقات المصرية البحرينية التاريخية التي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة والحرص على تحقيق تطلعات الشعبين في التقدم والبناء والتنمية.